السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى حسن مكات. أنا وطول مع مصطفى، وأنا أرحب بكل اللي بيشوفني من جوه مصر بره مصر، مشرفيني جميعا. وأحب أقول يا ريت اللي بيشوفك أول مرة دوس على زر الاشتراك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد من عندي، ويا ريت يا جماعة تعملوا لايكات على الفيديو ده بالذات عشان يوصل الناس مش مشتركة عندي، ومنها تشترك ومنها تستفاد من الفيديو. بص يا جماعة، أنا بقى لقيت إيه؟ لقيت دي مرمية في الشارع، العيال عمالة تلعب بيها، دي جمامة ماشي. فانا قلت ايه، هاكلها. فحطيت في حصلتها فولية وكده مش راضية تتهضم. فالمهم حاولت ان انا اشيلها، واكتشفت طريقة ايه تخليني ان انا اعرف ايه اضغطها واسملها. دي ايه دي بقى يا جماعة؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. اسمه ايه ده؟ بسكوت سادة ومية دافية، خلطتهم مع بعض وجايب معاهم دي برضو. هنعمل بقى ازاي نضغط الفرد ده، اهي دي سرنجة، ازاي نضغط الفرد ده وازاي نضغط برضو لو عندك فرد مثلا زغلول بلدي وعايز تضغطه وقرفان انك تحط بقه في بقك كده، عايز زي جدودنا لما كانوا بيعملوا برضو دي هتعمل. بصوا معلش يا جماعة، هو بس مش واضح عشان في بعيد، اهي دي محطوطة كده وبجيب دي كده. بسم الله، اهو اهي. بصوا بقى، هم جاي حاطط دي كده، اهي دي كده، بسم الله اهو، اللي هو يا دوب. بصوا اهو، هحطها دلوقتي برضه عشان محدش يقول، اهي حته صغيره، واقوم ضاغط بالراحه اهو كده، بس تبقى كده عشان الاكل ينزل اهو. ما عندناش ده مثلا، ده للناس اللي مش بتعرف. عندكم بسكوت ساده حلو، عندكم مع علف، بس العسل مش تعملوا الكميه دي لانه بيعفن. يعني انا جربت العسل لقيته بيعفن اهو. انت بقى ده انك تديله لحد ما حصلته تتملي وتبقى حلوه كده وبس اهو. بس بديله انا بقى ايه من فوق كده، اللي هو من فوق كده علشان ايه يبقى حلو اهو بالراحه، مش اللي هو اديله جامد بس كده. هروح بقى ايه، انا عندي شويه ميه هنا اهو. بصوا حصلته، انا لاحظت انها هنا اتملت كده تمام، وهو كل. بس انا بقى هجيب ميه عشان اوريك. اهو شويه ميه اهو، وبرده عندك حمام، اي حاجه عندك ومش عارف تاكلها صغيره اللي هي دي زغاطه. طيب عندي مثلا فرد حمام صغير وعايز اضغطه، بس اللي هو مش تنفع معايا دي البلف بتاع العجله، هاته والحمو على اللي بتاع دي كده ماشي، علشان تبقى حلوة، اللي هو تبقى على قد بق الزغلول ماشي. يا جماعة انتوا اكيد فاهميني ويعني وعارفين انا بتكلم في ايه. بس اهو انا على فكرة يا جماعة عندي حمام، بس ايه هصوره، مش حمام جديد، الحمام اللي انا جبته. في ناس قالوا اشتري جديد، وناس قالت اذبح اللي عندك، وناس قالت سيب اللي عندك. فانا قلت هعمل كل الحلول، هسيب اللي عندي، هسيب جزء من اللي عندي، وبعدين هقوم جاي دابح الحمام وهشتري جديد، فاهمني؟ فانا قلت هعمل الموضوع ده اهو. يا جماعه هتقولي، طب في ناس هتقولي بقى وده اكيد ما تسيبها لامها، حرام عليك كده. لا انا لقيتها في الشارع والعيال بتلعب بيها، اللي هو بيلعبوا بيها، فهي كانت يعني اوحش من كده. بس انا اكلتها شويه وهسيبها وهكمل الاكل. مثلا يا جماعه دي احنا عملناها واسمه ايه ده وبردت في الميكرويف، انا لسه حطيتها في الميكرويف، ضغطت منها امبارح وحطها في الميكرويف. برضه الميكرويف مش نافع، ما عندناش ميكرويف عادي. دي وفي طبق المونيا كده، سخنيها بس كده، اللي هو تسخينه، اللي هو يا دوب تدفع اهو. زغاطه معموله، وممكن نبدل علف، ممكن تحط علف على ميه دافيه، بس العلف تعمله مقدار صغير على قد اللي عندك، اللي هو كل يوم تعمل، مش تسيبه يعمل يوم ويوم لانه بيعفن وبيطلع ريحه وحشه ودود وشكله مقرف كده ماشي. يا جماعه اهو، يا ريت اكون افدتكم النهارده بحاجه، ويا ريت اكون عملت حاجه مفيده ليكم. واسم الفيديو ده ان شاء الله انا هسميه ازاي نضغط الحمام، وازاي نعمل اكل الحمام، وازاي نعرف ان احنا ناكل الحمام ازاي. بس لازم يا جماعه تبقى كده. بص انا هي شبعت، بس لازم تبقى دي كده، انتوا الحمام راسها مرفوعه كده
واللي بتاع فوقها برضو كده، وبراها على الاخر مش اللي هو نص جامد ماشي. يا ريت يا جماعه كنا فدتكم، وانا اسف على الاطاله جدا، ويا ريت يا ريت يا ريت كنا استفدتم من الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.